بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولادي الدرس العاشر في الوحدة السابعة، اسمه إيه؟ استكشاف باقي القسمة، والدرس ده من الدروس السهلة السلسة البسيطة. تعالى في البداية نتعرف يعني إيه معنى عملية القسمة؟ من اسمها عملية قسمة يعني عملية تقسيم كمية معينة إلى مجموعات متساوية. وعملية القسمة يا ولاد عملية عكسية لعملية الضرب، زي ما الجمع والطرح عكس بعض، القسمة والضرب عكس بعض. طب عناصر عملية القسمة كم عنصر؟ 3 عناصر أساسيين. المقسوم اللي بيجي في الأول، المقسوم عليه اللي بعد علامة على، خارج القسمة اللي هو الإجابة. طيب تعالى ناخد مثال إزاي نحول من ضرب القسمة. بقول لولد 4 في 7 بكام؟ قال لي 4 في 7 ب 28. قلت له دي عملية إيه يا حبيبي؟ قال لي عملية ضرب يا مستر حامد. قلت له طب ممكن تحولها لي القسمة؟ قال لي ده أنا حولها لك بطريقتين. قلت له إزاي؟ قال لي سهلة جدا، ناخد الإجابة اللي طلعت ونكتبها في الأول. قلت له يعني هتاخد ناتج الضرب تحطه في الأول؟ قال لي آه، في الضرب الكبير في الإجابة، في القسمة الكبير الأولاني، وأقسمه على 1 من الـ2 دول. لو قسمته على 4 تبقى الإجابة 7. قلت له طب عايز حل آخر؟ قال لي ناخد الـ28 ونقسمها على 7 يبقى الإجابة 4، يبقى أعملها بشكلين مختلفين. أوكي، طب 45 على 5 فات كام؟ أقول له فات 9. أقول له عرفت منين؟ يقول لي من جدول الضرب يا مستر، 5 في 9 ب 45. فبقول له ولد طب يتبقى كام؟ قال لي باقي ايه يا مستر؟ مفيش باقي لا سمح الله. قلت له ليه؟ قال لي لاني موجوده في جدول الضرب، ما دام 5 في 9 ب 45 يبقى الباقي 0، دي قسمه منتهيه. قلت له طب مين المقسوم؟ قال لي المقسوم الاولاني يبقى 45 يا اسامه. طب المقسوم عليه اللي بعد علامه على يبقى الـ5. طب خارج القسمة الإجابة اللي طلعت يبقى 9. طب الباقي ما طلعش باقي والله يا مستر 0. شفتوا سهلة ازاي؟ يلا نحل دول سوا. يلا حبايبي، 90 على 10 أقول له فات 9، علشان 9 في 10 ب 90. 24 على 4 فيها 6، علشان 4 في 6 ب 24. طب 25 على 5 ندور في جدول 5، 5 في 5 ب 25. طب 18 على 3 يا لانا ندور في جدول 3، 3 في 6 ب 18. طب بص للغلسه دي، 50 على 6 بتقول غلسه ليه يا مستر؟ لان ال 50 ما بتتقسمش على 6. طب نعمل ايه؟ ما هي اللي جايه كده، نقلل ال 50 بس بشرط كل مره تنزل سلمه. طب 49 ما بتقبلش. طب 48، ايوه 48 على 6 فيها 8، حتى بالأمارة 6 في 8 ب 48. طب كده احنا قللنا العدد كام؟ 2، يبقى ده الباقي يا ولاد. طيب 27 على 2 نعمل ايه؟ نقسمها تاتا تاتا. ازاي؟ من جهة الشمال 2 على 2 فيها 1. طب 7 على 2 كبيرة بس مش موجودة في الجدول، نقوم نعتبر دي 6. 6 على 2 فيها 3، بس انت كده قللت 1 اهو ده الباقي. طب 19 على 2 يا خساره ما تقبلش، نعتبر دي 18. 18 على 2 فيها 9 وقللنا 1 يبقى الباقي. طب 35 على 4 مش موجوده في الجدول، اعمل ايه في دي؟ اقللها. طب 34 لا، 33 لا، طب 32 جميلة، 32 على 4 فيها 8. طب عد بعد ال 32 لل 35 تلاقي نفسك قللت 3، يبقى الباقي 3. سؤال كمان جميل، اوجد خارج القسمة والباقي إن وجد. إن وجد يعني موجود اكتبه، مش موجود خلاص. 16 على 4 أقول له سهلة فيها ال 4، عشان 4 في 4 ب 16. 12 على 5 ولا عمرها شافت وشها، نعتبر دي كام؟ 10. 10 على 5 فيها الـ2، بس احنا كده نبقى قللنا يبقى الباقي 2. 22 على 6 عمرهم ما شافوا بعض، نقلل الـ22. 21 لا، 20 لا،
19، لا 18. 18 على الستة فات 3. طب كده في باقي، ايوه. طب لو عايز اعرفه، عد من بعد ال 18 لل 22، تلاقي الباقي كام؟ 4. من 18 ل 22 الباقي 4، ونكتب الأربعة في المكان الفاضي بتاع الباقي. 55 على الخمسة، 5 في 11 ب 55، يبقى الإجابة كام يا جماعة؟ 11. الإجابة 11، تمام، موجودة في جدول الضرب. 27 على الثلاثة في جدول الضرب فات 9. 35 على الستة ولا تعرفها، نعتبر دي كام؟ 34، لا 33، لا 32، لا 31، لا. أمال مين اللي هيقبل يا جماعة؟ ال 30. 30 على الستة فيها الخمسة، 5 في 6 ب 30. طب الباقي كام يا جماعة؟ الباقي 5. ليه؟ لأن من ال 30 لل 35 5، 29 مع الستة ولا عمرها شافتها. طب 28؟ لا. 27؟ 26؟ هتقعد تقلل لما تبقى 24. يبقى الولد الشاطر يعمل ايه؟ يصطاد الرقم اللي يقبل. 24 على الستة فيها الاربعة. طب احنا كده قللنا كتير، ايوه. طب عايز اعرف اللي قللته، تعد من بعد ال 24 لل 29، او تطرح 29 ناقص 24 يبقى الباقي 5. 49 على السبعة فيها السبعة، علشان 7 في 7 ب 49. أسئلة جميلة. أعرف في المسألة اللي أنا جايبها، تقول لي مين خارج القسمة في المسألة دي؟ أقول له آه، خارج القسمة يعني اللي بره، يبقى الإجابة 4 يا جماعة. خارج يعني الإجابة. طب مين المقسوم عليه؟ أقول له اللي بعد علامة على. بتسأل على المقسوم عليه، يبقى السبعة ونختارها. طب خارج القسمة في المسألة دي 23 على 2، عايز الخارج بس. طيب نعملها إزاي؟ نقسم واحدة واحدة. 2 على الـ2 فيها الواحد. طب 3 على الـ2 كأنها 2. 2 على الـ2 فيها الواحد، تبقى الإجابة 11 ويتبقى واحد، بس عمو عايز الخارج، يبقى الإجابة كام؟ 11. طب هنا عايز بقى الباقي. يا لئيم. هنا عايز الإجابة، هنا عايز الباقي، يبقى نقسم الأول. 16 على الـ5 كأنها 15. 15 على الـ5 تبقى الإجابة 3. بس هو مش عايز دي، هو عايز قللت كام؟ قللنا واحد. خدت بالك من راس السؤال؟ اللي فاتت كان عايز الإجابة، عشان كده خدت ال 11. هنا بيسأل على الباقي، عشان كده ما كتبتش الثلاثة وكتبت الواحد. طب ده سؤال جميل، تعرف تقول لي العدد اللي يتقسم على الستة يبقى الإجابة 6 ويتبقى 2. نعملها إزاي؟ أول ما يقول لك ما العدد الذي إذا قسم نضرب ده في ده. طب والباقي؟ والباقي يجمع 6 في 6 ب 36، وكمان 2 يبقى الإجابة 38. شفتوا المستر جابها إزاي؟ طالما بيسأل على العدد الذي إذا قسم اللي هو المقسوم، اضرب ده في ده واجمع الباقي. طب واحدة كمان، ما العدد اللي لو اتقسم على الأربعة يبقى الإجابة 3 والباقي 0؟ نفس الكلام، اضرب دول في بعض واجمع الباقي. طب الباقي زيرو، خلاص يا سيدي. 3 في 4 بكام؟ ب 12، يبقى الإجابة 12. السؤال الأخير، قارن يعني أكبر من وأصغر من. 15 على 5 فيها ال 3، 12 على ال 3 فيها ال 4، يبقى ال 4 تكسب. جميل. 13 على ال 13 فيها الواحد، عدد على نفسه. طب باقي اسم الدي الباقي، نعتبر دي 12. 12 على 4 فيها 3 مش هكتبها. طب ليه؟ لأن عمو عايز الباقي. يعني أنت قللت كام؟ اللي قللته 2، يبقى الـ2 تكسب لأنها أكبر من الواحد. 36 على 9 فكام يا جماعة؟ 4 في 9 ب 36. 36 على 9 يبقى فيها كام؟ فيها الـ4. طب ما هنا 4 يبقى يساوي. 50 على 5 فيها الـ10. 49 على السبعة فالسبعة، يبقى العشرة تكسب. 27 على التسعة فالتلاتة، وهنا تلاتة يبقى يساوي. هنا أربعة حلوة، وهنا عايز الباقي، نعتبر دي 32. قللت 32 على التمانية فالأربعة مش هكتبها،
طب ليه مش هتكتبها لانه عمه عايز الباقي؟ مين دي ليه دي؟ يبقى الفرق 3، يبقى الاربعه تكسب. 24 على 8 فيها الثلاثة، ودي 16 دي تكسب. 2 في 7 ب 14، 28 على الاثنين الذكي عارف انها 14. طب والغير ذكي يقسم تاتا تاتا، 2 على الاثنين فيها الواحد، 8 على الاثنين فيها الاربعه، شبه بعض يبقى علامه تساوي. كده خلص درسنا العاشر استكشاف باقي القسمه، يا رب يكون سهل وبسيط عليكم يا ولاد.